تحية رياضية طيبة وأهلا وسهلا بالجميع بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج سكورجي. رجعنا لكم بعد غياب بسبب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ينعاد على الجميع والله يتقبل من الجميع. أخبارنا بهالحلقة حتكون شوي متنوعة، بدنا نحكي شوي عن كأس لبنان، بدنا نحكي شوي عن الشامبيونز ليج، بدنا نتطرق للبطولات الأوروبية بالإضافة لأبرز الأحداث اللي بدها تصير هذا الأسبوع. مثل ما الكل بيعرف البطولات الأوروبية كلها أصبحت على مشارفها، دوري أبطال أوروبا صرنا بالدور النصف نهائي، صار في مفاجآت كتيرة، الإنتر والميلان عم يلعبوا ضد بعض، والمباراة الثانية ريال مدريد ومانشستر سيتي، كل هالتفاصيل وغيرها بتشوفوها بعد الفاصل، خليكم معنا. عودة مجددا مشاهدينا الكرام لمتابعة برنامج سكورزي، أنا محمد هيشم على التقديم ونادر حشاش على الإخراج مثل العادة. حنبلش أخبارنا بسرعة بالدوري الإنجليزي. بالدوري الإنجليزي من يومين نهار الأربعاء كان عم بيكون في مباراة مهمة كانت عم بتحدد مصير اللقب، عم تجمع مانشستر سيتي والأرسنال. مانشستر سيتي كان عم يقدر يحسم المباراة وعم بيفوز بنتيجة 4-1 بمباراة شهد التسجيل هدفين دي بروين وهدف لهالاند. مباراة الأرسنال ما كان عم بيكون فيها ند، أبناء غوارديولا عرفوا كيف يسيطروا على المباراة، عرفوا كيف يستحوذوا على المباراة، أليسون عرف كيف يهدي اللعب، وسط ملعب مانشستر سيتي كان بالمستوى المطلوب، مهاجمين السيتي كمان كذلك الأمر، وعلى فكرة المباراة كانت تنتهي 7-8 لأنه هالاند على غير العادة كان عم بيضيع العديد من الفرص، حارس الأرسنال كان عم يتألق وعم بيشيل كتير طابات. هلا الدوري الانجليزي بعد الارسنال متصدر بفرق نقطتين، ولكن مانشستر سيتي عنده مباريتين مؤجلتين، فبنسبه 90% مانشستر سيتي حسم اللقب. انا برايي نيوكاسل عم يعمل مفاجاه وعم يحتل المركز الثالث، الصراع على المركز الثالث والرابع عم بيكون بين ثلاث فرق تقريبا اللي هن نيوكاسل ومانشستر يونايتد وتوتنهام. امبارح بمباراه كمان دراماتيكيه التوتنهام كان عم يرجع من بعيد وكان عم يتعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 بمباراة شهدت أخطاء بالتبديل من إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد. أما بالنسبة لفريق تشيلسي عين فرانك لامبارد مثل ما الكل بيعرف مدرب جديد، ولكن تشيلسي مع لامبارد بعد ما عرف طعم الفوز، عم يخسر عم يتعثر عم يحتل تقريبا المركز 11. تشيلسي بمستوى شاحب جدا جدا، يعني مثل ما شفنا من بعد ما رحل المالك رومان أبراهاموفيتش تشيلسي ما قدر يلاقوا طريقهم رغم التعاقدات الكتيرة. تشيلسي كان عم يدفع بالانتقالات الصيفية والشتوية بس لحالة أكثر من 600 مليون ولكن دون جدوى، يعني بتحسوا تشيلسي يعني من كل وادي عاصة من كل لاعب ما حدا عم بيكون بالمستوى المطلوب، يعني على امل انه هيدا الفريق يرجع ويصير في شغل عليه. هلا اخر الاخبار عم بتقول انه بوشيتينو هو اللي حيكون المدرب الجديد لتشيلسي، اكيد اذا اجى بوشيتينو حيصير في تغيير كبير بالفريق. اما بالنسبه لليفربول، ليفربول عم نشوفه عم بيصارع كثير، ما عم بيقدم المستوى المطلوب منه. يورغن كلوب بحاجه لتغيير بالفريق، هناك العديد من اللعيبه بليفربول بحاجه ليفلو يجي محله لاعب جديد. الفريق بحاجة لضخ دماء جديد. كمان أستون فيلا عم يعمل مثل مفاجأة، عم يحتل المركز السادس مع مدربه إمري المدرب الإسباني المعروف. خلينا نحكي شوي عن الترتيب ليكون كل شيء قدامكم. أول شيء بالمركز الأول أرسنال 75 نقطة، الثاني مانشستر سيتي 73 نقطة، مثل ما قلنا مانشستر سيتي عنده مباراتين مؤجلتين، ثالث نيوكاسل معه 62 نقطة، الرابع مانشستر يونايتد معه 60 نقطة، الخامس توتنهام معه 54 نقطة، واليونايتد عنده مباريات مؤجلة كمان، مركز السادس أستون فيلا مثل ما قلنا 54 نقطة، السابع ليفربول معه 53 نقطة، الثامن برايتون معه 49 نقطة، وتشيلسي بالمركز ال11 ب 39 نقطة. يعني فريق مثل تشيلسي ما عم بيكون لا بالتوب 4 ولا بالتوب 6 ولا بالتوب 10، يعني على امل انه يرجع هذا الفريق. كمان بنضلنا شوي بانجلترا، نذكر الجميع انه بالنسبه لنهائي كاس انجلترا حيجمع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بمباراه الكل حيكون ناطره، ونتمنى التوفيق للافضل مثل ما بيقولوا. بنترك انجلترا شوي ننطر على اسبانيا. بالليغا
يعني برشلونة عم يعزموا ريال مدريد على اللقب، ريال مدريد عم بيقولون لبرشلونة لا نحن ما بدنا اللقب، بيرجع برشلونة بيقولون لا والله خذوا اللقب، لا ريال مدريد عم بيقولوا ما بدنا اللقب بدنا دوري أبطال أوروبا. يعني الفريقين عم يتعثروا وعم يخسروا وما عم يشوفهم بالمستوى المطلوب منهم. أوكي ريال مدريد بدوري الأبطال ممتازين عم بيكونوا عم بيقدموا مستوى رائع، أما بالدوري الإسباني فما عم نشوف المستوى المطلوب منهم. يعني أنا برأيي برشلونة ربح الدوري الإسباني أوكي بمطرح استحق، ولكن ريال مدريد هو اللي كان ضعيف. يعني ريال مدريد عم نشوفه عم يخسر من أضعف الأندية، خصوصا الخسارة الأخيرة اللي كانت نهار الثلاثة، يعني بنتيجة 4-1 ولاعب واحد كاستاينوس هو اللي سجل 4 أهداف. باليوم التالي برشلونة كمان عم يتعرض لخسارة من لايو فاليكانو بنتيجة 2-1. يعني يمكن أتلتيكو مدريد لو كان بداية الموسم كان بالمستوى المطلوب يمكن كان هو اللي تصدر. يعني منه هيدا المستوى اللي ناطرينه لا من ريال مدريد ولا حتى من برشلونة للأمين. يعني مثل ما قلت لكم اوكي ريال مدريد بالشامبيونز ليج عم بيقوم بمستوى اكثر من رائع، ولكن مش هو هيدا المستوى. اما برشلونة بحاجة للعديد من التغيرات، هناك انباء عن عودة ميسي، ولكن برشلونة حاليا بحاجة ليبيع لعيبة لحتى يقدر يرجع ميسي. خلونا نحكي عن الترتيب ونشوف وين صار الدوري الاسباني بالترتيب. الاول برشلونة معه 76 نقطة، الثاني ريال مدريد معه 65 نقطة، الثالث أتلتيكو مدريد معه 63 نقطة، أتلتيكو مدريد قرب، الرابع عندنا ريال سوسيداد معه 55 نقطة، الخامس فيلا ريال معه 50 نقطة، والسادس ريال بيتيس معه 49 نقطة. منطير منترك إسبانيا ومنطير على الدوري الإيطالي. اول شيء بالنسبه للدوري الايطالي، الاربعاء والخميس كان في نصف نهائي كاس ايطاليا مباريات الاياب، المباراه النهائيه حتجمع بين الانتر واليوفي. الانتر وفيورنتينا عفوا، الانتر كان عم يحسم مباراه النصف نهائي الاياب امام اليوفي، كان عم يفوز بهدف دون مقابل بهدف لديماركو النجم الظهير الشمال للانتر. اليوفي بهيدي المباراه ما كان بالمستوى المطلوب، وسط الانتر ما سمح لليوفي ابدا انه يتحركوا او يعملوا شيء. الفرق الإيطالية إجمالا يعني الإنتر بعده متخبط شوي بمشاكله، مثل اليوفي اللي رجعوا له 15 نقطة مثل ما الكل بيعرف. نابولي عم يتصدر، نابولي حسم الدوري في حال فوز نابولي هذا الأسبوع على سيرينيتانا وفوز الإنتر على أسيو، نابولي رسميا بيضمن الدوري. بالنسبة للميلان، الميلان والإنتر واللاتسيو واليوفي والروما عم يتصارعوا على 3 مراكز ليفوتوا على دوري أبطال أوروبا. خلينا نشوف الترتيب. قبل الترتيب، الويفا الاتحاد الأوروبي ممكن يحرم اليوفي من المشاركة الأوروبية الموسم القادم، والقرار خلال يمكن 24-48 ساعة ممكن يبين. بالترتيب الدوري الإيطالي، الأول هو نابولي معه 78 نقطة، الثاني لاتسيو 61 نقطة، الثالث جوفنتوس بعد ما استعاد ال 15 نقطة معه 59 نقطة، الرابع الميلان معه 56 نقطة، الخامس روما كمان 56 نقطة، السادس الانتر 54 نقطة، والسابع اتلانتا معه 52 نقطة، وبعد ما في شيء حاسم بالنسبة لمراتب دوري ابطال اوروبا. هذا بالنسبة لإيطاليا. مثل ما قلنا لكم نهائي الكأس ب 24 نهار الأربعاء بيكون 24/5 بيجمع بين انتر وفيورنتينا، حيكون المباراة بروما بالأولمبيك وحيلعب. هذا بالنسبة للدوري الإيطالي. هلا ننتقل للدوري الألماني وللبايرن ميونخ. يلي اللي عمله بايرن ميونخ ما في فريق بالعالم بيعمله. يعني كان عنده مدرب اللي هو ناجلزمان، كان عم بيحقق يعني العلامة الكاملة بدوري أبطال أوروبا، بمجموعته قدر يتخطى الانتر وخطى برشلونة وتخطى فيكتوريا بيلسن بالعلامة الكاملة، ومن ثم اخرج باريس سان جيرمان. فجأة الإدارة وتحديدا بقيادة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش بقيله ناجلزمان وبيعينه توماس توخيل محله. اوكي توماس توخيل لا غبار عليه، يعني هو من افضل المدربين اللي شفناهم باوروبا، شفنا شو عمل مع تشيلسي وشو عمل مع دورتموند، ولكن الطريقه اللي اقاله فيها ناجلزمان خاطئه كتير كتير كتير، لانه توخيل مع البايرن ميونخ حقق يمكن انتصار واحد على دورتموند، بعد ذلك فات بدوامه، خرج من الكاس، خرج من دوري ابطال اوروبا، وحاليا عم يفقد صداره الدوري الالماني لمصلحه بروسيا دورتموند. مباراته بدوري الابطال مع مانشستر سيتي كانت خاصه يعني مباراه الذهاب، مباراه الاياب ما قدم بايرن ميونخ المستوى اللي بيشفع له ليقدر يعمل ينافس مانشستر سيتي. وبصراحه نحن ما معودين على بايرن ميونخ هيك. اوكي ممكن يخرج برا بس مش بهذا المستوى، مش بهذا الاداء. بايرن ميونخ كان مخيب للاداء، خصوصا بعد المشكله اللي صارت بين سيدو ماني وليروساني، وسيدو ماني قام بالاعتداء على ليروساني. يعني
كان بالامكان ابقاء ناجلزمان لاخر الموسم، ومن بعد اخر من بعد ما ينتهي الموسم ممكن يعينه توماس توخيل، ولكن الوقت اللي عينه فيه توماس توخيل ابدا ابدا مش ظابط. بايرن ميونخ بحاجه للعديد من الصفقات، وممكن اذا توماس توخيل بقي بهيدا المستوى ممكن نشوف ما يكمل مع بايرن ميونخ. حتى هناك اخبار عن اقاله اوليفر كان وحسن صالح حميديتش من مراكزهم. خلينا نحكي عن ترتيب الدوري الالماني لتشوفوا وين صار الترتيب وين صرنا. اول شيء بالمركز الاول بروسيا دورتموند معه 60 نقطه، الثاني بايرن ميونخ معه 59 نقطه، الثالث يونيون برلين معه 55 نقطه، الرابع فرايبورغ معه 53 نقطه، الخامس لايبزيغ معه 51 نقطه، والسادس باير ليفركوزن معه 47 نقطه. هذا بالنسبه للدوري الالماني. ننتقل هلا للدوري الفرنسي. بالدوري الفرنسي باريس سان جيرمان مثل العاده متربع على الصداره، عم يتصدر، ما في منافس، المستوى بفرنسا نوعا ما نوعا ما نوعا ما ما عم بيرتقي للمستوى المطلوب منه. مارسيليا بنشوفه عم يربح مباراه عم يخسر مباراه، اخر ماتش مارسيليا كان عم بيفوز على اليوم بالدقيقه 90 تقريبا بهدف عكسي للاعب اليوم. خلينا نشوف الترتيب كيف عم بيكون. باريس سان جيرمان بالمركز الاول معه 75 نقطه، الثاني مارسيليا معه 67 نقطه، الثالث لانس معه 66 نقطه، الرابع موناكو معه 61 نقطه، الخامس ليل معه 56 نقطه، السادس رينس معه 53 نقطه، واليوم بالمركز السابع معه 50 نقطه. هذا بالنسبة للدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي المنافسة حتكون على مراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. أما باريس سان جيرمان فعم يحسم الدوري، ولكن باريس سان جيرمان ما حدا بيعرف السنة الجاي كيف حيكون، مين حيبقى مين حيفل، لأنه باريس سان جيرمان أخفق أوروبيا مثل العادي. وكمان هل المدرب كريستوفر جالتيه هل حيبقى ولا حيفل؟ كمان هيدا الأسئلة كلها الأيام الجاي بتجاوبنا عليها. هذا بالنسبة للبطولات الأوروبية. خلونا ناخد بريك صغير، نفتح شوي صفحة دوري أبطال أوروبا ونحكي عن أبرز المباريات اللي حتصير الأسبوع القادم، وعندنا خبرين عن لبنان تركناهم للآخر، خليكم معنا. عودة مجددا مشاهدينا الكرام لمتابعة برنامج سكورزي بالقسم الثالث. حنحكي حاليا عن دوري أبطال أوروبا. المباريات النصف نهائي حتكون على الشكل التالي. المباراة الأولى حتجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد أو ريال مدريد ومانشستر سيتي، والماتش الثاني حيكون ديربي ميلانو، ديربي الغضب، ديربي المدينة الوحيدة يلي فرقها أحرزوا دوري أبطال أوروبا. يعني قديش في مدن بأوروبا ما في ولا مدينة أحرزت دوري أبطال أوروبا مرتين، يعني لا لندن، لا برلين، لا مدريد، لا باريس، ما في حدا، بس ميلانو هي الفريق الوحيد المدينة الوحيدة اللي فرقها أحرز دوري أبطال أوروبا عن طريق الميلان والإنتر أو الإنتر والميلان. مباراتين حيكونوا من العيار الثقيل، مباراتين ما فينا نستهين فيهم، مباراتين صعب نرشح فيهم فريق، خصوصا بوجود فريق مثل ريال مدريد. يعني نحكي الصراحة، نحكي منطق، نحكي يعني على الورق، مانشستر سيتي بالفترة الأخيرة عم بيقدم أجمل كرة قدم تقريبا بأوروبا. رجع بالدوري، تأهل لنهائي الكأس، دوري أبطال أوروبا نص نهائي، كان عم يخرج البايرن ميونخ دون أي صعوبة، عم نشوف تألق لهالاند مثل العادة. هالاند صار أفضل أكثر لاعب بيسجل أهداف بموسم واحد بالدوري الإنجليزي، تخطى محمد صلاح. كيفن دي بروين بالمباريات الأخيرة عم بيقدم مباريات رائعة. رودري لاعب الوسط الجوكر يلي عم بيلاقيه جوارديولا، حتى ستونز يلي آخر فترة كمان كان عم يلعب كلاعب وسط، جندو قاع عن الدكة، برناردو سيلفا، رياض محرز يلي بمباراة الكأس كان عم بيسجل هاتريك رائعة. يعني كل اللعيبة لعيبة الاحتياط عم يدخلوا عم يثبتوا وجودهم، حتى نسان كانجي، حتى وولكر، حتى الحارس إديسون. يعني مانشستر سيتي عم بيقدم دوري ولا أروع لعيبته. الاحتياط ما يعني بتضاهي اللعيبه الاساسيه، وهذا الشيء مهم كثير لبيبي جوارديولا لاحراز اللقب دوري ابطال اوروبا لمانشستر سيتي للمره الاولى بتاريخهم مثل ما بيقولوا. ولكن مانشستر سيتي عم يصطدم بند منه هالند الهين، مش حيلا فريق عم يلعب مع مانشستر سيتي، عم يلعب مع فريق اسمه ريال مدريد.
لانه بالفتره الاخيره بالمواسم الماضيه كنا عم نقول دوري مش دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال ريال مدريد، لانه ريال مدريد عم يرجع من بعيد وعم بيفوز بدوري ابطال اوروبا. بهيدي السنه كمان ريال مدريد مع مدربه انشيلوتي ومع لعيبه مثل مودريتش. هلا اليوم قبل ما نفوت على الاستديو مشاهدينا قرينا خبر انه مودريتش يمكن ما يلعب مباراه الذهاب من دوري ابطال اوروبا امام مانشستر سيتي بسبب التعرض لاصابه، هيك وسائل الاعلام عم بتقول. هيدي الاصابه في حال كانت مضبوطه حتكون ضربه كبيره لريال مدريد، لانه كل اللي بيعرف شو يعني لوكا مودريتش بالنسبه لريال، خصوصا بالمباريات الكبيره يلي بدها تكتيك بوسط الملعب. لوكا مودريتش في حال ما شارك حتكون ضربه كبيره لريال، ولكن ريال يمتلك اللعيبه اللي ممكن يعوضوا لمودريتش، مثل يلعب بسيبايوس وفالفيردي وتشاوميني، هناك توني كروس حتى موجود، هناك العديد من اللعيبه. كافينجا انا برايي على الشمال عم بيأدي اكثر من انه يلعب كلاعب وسط ملعب، ولكن هيدا الشيء منيح لريال مدريد انه عم يشوف كافينجا عم بيكون جوكر. لفتني بريال مدريد بالمباريات الاخيره اسينسيو يلي بلش شوي شوي يرجع اسينسيو اللي بنعرفه. وجود فينيسيوس ووجود رودريجو وجود كريم بنزيما حيكون عامل مهم لريال مدريد. ريال مدريد بعتقد حاليا بالدوري ما بقى كثير يسالوا، ما بقى كثير يلعب بالمستوى المطلوب فيهم، يمكن يلعبوا بالاحتياط، يمكن ما يقدموا المستوى المطلوب لانه عم بخبوا الذخيره كلها لدوري ابطال اوروبا. بالنسبه لريال مدريد مباراتهم مع مانشستر سيتي حتكون اهم مباراه هيدي السنه، مباراه الذهاب والاياب. مباراه ريال مدريد وسيتي حتكون حتحسم على جزئيات صغيره. في حال هالاند كان موفق مع دي بروين حنشوف نتيجه كبيره من مانشستر سيتي. في حال ريال مدريد عملوا التعويز اللي بيعملوها كل سنه، اللي بعد ما حدا بيعرف شو هي هيدي التعويز اللي عم يعملوها، ريال مدريد حيتاهل للنهائي. ما فينا نرشح على الورق 60% للسيتي 40% لريال مدريد، ولكن داخل المستطيل الاخضر وداخل داخل الكره المستديره ما فينا نرشح، ما فينا نقول شيء، لانه ريال مدريد ممكن يعمل اللي ما بينعمل. شفنا الريمونتاديات اللي كان عم يعملهم بالمواسم الماضيه، خاصه بالموسم الماضي ريال مدريد بأي طريقة أخرج تشيلسي، أخرج باريس سان جيرمان، أخرج مانشستر سيتي وأخرج ليفربول، يعني أخرج أربع فرق كانوا مرشحين إنه يتأهل إنه يحجزوا دوري أبطال أوروبا، هيدا هو ريال مدريد مثل ما قلنا لكم. على المطلب الآخر بننتقل للمباراة الثانية، ديربي ميلانو، ديربي المادولينا، ديربي الغضب، شو ما بدكم تسموها، ديربي ميلان إنتر أو ديربي إنتر ميلان، مباراة حتكون حامية، مباراة فيها سعر. لانه الانتر كان عم يفوز بكاس السوبر الايطالي على الميلان بنتيجه 3-0، الميلان فاز بمباراه بالدوري والانتر فاز بمباراه، يعني هيدي السنه عم نشوف مباريات كثيره بالديربي. المباراه هيدي الميلان اكيد بيعتمد على نجوم وسيو هرنانديز، تونالي، اسماعيل بن ناصر والنجم رافائيل الياو. رافائيل الياو مفروض من لاعيبه الانتر ومن انزاجي ما يعطوه المساحات، مجرد ما تعطيه مساحات لرافائيل الياو اعتبر انه الميلان طلع بنتيجه كبيره، خصوصا انه دفاع الانتر بعده شوي مشتت، منه هالدفاع الاساسي، خصوصا انه سكرينيار ما عاد عم يلعب مع الانتر، ولكن دارميان عم بيقوم بالمهمه على اكمل وجه. سلاح الميلان مثل ما قلنا كونسيو ورافائيل الياو، اسماعيل بن ناصر وتونالي وحتى كمان ابراهيم دياز بمطرح معين. اما بالنسبه للانتر صراحه الانتر برايي انا بيعتمد على دي ماركو على الوسط، باريلا، هاكان، بروزوفيتش، بده يعتمد على لوكاكا ولوتارو مارتينيز انه يكونوا بمستواهم، والدفاع يلي المفروض يكون عم يتالف من اتشيربي وباستوني ودارميان المفروض يكونوا بالمستوى المطلوب. مباراه ما فينا نرشح فيها صراحه، مباراه 50 على الورق وداخل 50-50 على الورق وداخل الميدان، الفريقين اثنيناتهم مرشحين انه يتاهلوا على النهائي، واي فريق بيتاهل على النهائي حتكون كريدت كبيره لإله. والفريقين وخاصة انه الانتر حاليا عم بينافس على ثلاث جبهات، جبهة الشامبيونز ليج وجبهة الكأس وجبهة انه يفوت بدوري ابطال اوروبا وما يحتل المركز الخامس. امو الميلان كذلك الامر عم بينافس انه يفوت بدوري ابطال اوروبا ويتأهل لنهائي الشامبيونز ليج. وللتذكير بس انه اي فريق بين الفريقين انتر او ميلان احتلوا المركز الخامس وحدا اذا ربح الشامبيونز ليج مباشرة بيدخل على دوري ابطال اوروبا. هيدي الشغلة معروفة كثير. هذا كان بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. خلونا نذكركم هلأ بأبرز المباريات اللي حتصير الأسبوع القادم، ومباريات كبيرة وقوية. أول شيء عندنا نهائي دوري أبطال آسيا، مباراة كتير مهمة، بدنا نتمنى التوفيق للهلال السعودي يلي نهار السبت الساعة 8:30 حيلعب مع أوراوا الياباني بمباراة حتكون بالسعودية، مباراة الذهاب، مباراة الإياب مثل ما الكل بيعرف حتكون باليابان. بالتوفيق للهلال السعودي وعلى الأمل إنه يرجع بنتيجة ويحرز دوري أبطال آسيا.
طيب هلا بالنسبه للدوري الانجليزي، استون فيلا بيلعب مع مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي بيواجه توتنهام، عفوا مانشستر سيتي بيواجه فولهام، توتنهام بيواجه ليفربول بمباراه قويه. نهار الثلاثاء تشيلسي بيلعب مع الارسنال بديربي لندني كتير كتير كبير، ويست هام بيلعب مع مانشستر سيتي الاربعاء، فولهام بيلعب مع ليفربول كمان الاربعاء، ومانشستر يونايتد الخميس بيلعب مع برايتون. هذا بالنسبه للدوري الانجليزي اللي عم بيكون فيه مرحله ومباريات مؤجله. اما بالنسبه للدوري الاسباني للليغا، ريال مدريد بيلعب مع الميريا نهار السبت، وبرشلونه بيلعب مع ريال بيتيس، والاحد بلد الوليد بيلعب مع اتلتيكو مدريد. بالجوله اللي بعدها اوساسونا بيلعب مع برشلونه، وريال سوسيداد بيلعب مع ريال مدريد، واتلتيكو مدريد بيلعب مع قادش. اما بالكالتشو كمان بالكالتشو عندنا جولتين، بكره السبت نابولي بيلعب مع سالينيتانا بمباراه قمه، مباراه بستة مش بثلاث نقاط، روما بيواجه ميلان، شوفوا منا مباراه مورينيو بيواجه بيولي، مباراة بده يسعى فيها الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لحتى يقرب من مراكز دوري أبطال أوروبا. نهار الأحد الساعة 1:30 عندنا مباراة قمة تانية بتجمع بين إنتر ولاتسيو. لاحظوا منا مباراة مركز التاني ضد المركز الثالث، الإنتر أي تعثر حيبعده عن مباريات دوري الأبطال، في حال فوز الإنتر بيبقى أماله، لاتسيو في حال فوز بيضمن المركز التاني بشبه رسمي يعني. وبباقي المباريات جوفنتوس بيلعب مع بولونيا. بمباراة المرحلة اللي بعدها الثلاثة نابولي بيلعب مع اودينيزي، الأربعة ليتشي بيلعب مع جوفنتوس، ميلان بيلعب مع كريمونيزي، مونزا بيلعب مع روما، وفيرونا بيواجه الانتر. أما بفرنسا اليوم ليون بيلعب مع ستراسبورغ بمباراة باريس، ليون لازم يفوز فيها. نهار الأحد باريس سان جيرمان بيلعب مع لوريان، ومارسيليا بيلعب مع أوكسير. اما بالدوري الالماني بوخوم اليوم بيلعب مع دورتموند الساعه 9:30 بمباراه بده يسعى فيها دورتموند ليفوز ليبتعد بالصداره، ونهار الاحد بايرن ميونخ بيلعب مع هرتا برلين. اما بكاس المانيا الثلاثه والاربعه، الثلاثه فرايبورغ بيلعب مع لايبزيغ، والاربعه شتوتغارت بيلعب مع فرانكفورت. هيدا كان كل شيء بالنسبه للبطولات الاوروبيه. بريك صغير وبنرجع لنحكي بالقسم الاخير عن عودة مجددا للقسم الأخير من برنامجكم برنامج سكورزي، بس بخبرين. أول شيء بكرة السلة الرياضة كان عم يحجز مكان بنهائي بطولة غرب آسيا، بطولة وصل بعد فوزه على بيروت، حيواجه فريق إيراني. تمنياتنا بالتوفيق لفريق الرياضة ويحرز اللقب ويرجع لنا. الرياضة بأسوأ مستوياته عم بيكون موجود، الرياضة ما بيستهان فيه، الرياضة هو دولة. بالتوفيق للرياضة وبالتوفيق لجميع الأندية اللبنانية بكرة السلة. وللتذكير بكرة الشعب اللبناني كله على موعد مع سحب قرعة كأس العالم بكرة السلة، على أمل أنه تكون مجموعة لبنان نوعا ما سهلة وكلنا لبنان. وتم تجنيس اللاعب عمر سليمان ليمثل منتخب لبنان بكأس العالم، على أمل منتخب لبنان يكون عم يرفع لنا راسنا بكرة السلة. أما بالنسبة للكرة القدم اللي ما عم نشوف فيها أبدا اهتمام، لورا لورا لورا، هناك العديد من الصفقات. نادي النجمة عم يبرم صفقتين لحد هلا، عم يتعاقد مع محمد صادق نجم البرج، عم يتعاقد مع ربيع عطايا نجم العهد بصفقتين مهمين. حسام اللواتي عم ينضم للبرج بصفقة كتير كتير مهمة. الأنصار عم يشتغل، العهد عم يشتغل. كل الصفقات وكل الأخبار حنوافيكم فيها بالحلقات القادمة. نهار الأحد نحن على موعد عن نهائي كأس لبنان، هيجمع بين النجمة والعهد. النجمة اللي كان عم يقصد برج بالمباراة النص نهائية، والعهد كان عم بيفوز على شباب الساحل. المباراة حتكون الأحد الساعة 4 على ملعب جونية. مباراة حتكون واعدة، مباراة حتكون سقرية للفريقين. هل النجمة حيحتفظ بالكأس للمرة الثانية أم للعهد رأي آخر؟ هذا الجواب الأحد من الساعة 6 بعد المباراة منشوفه. هيدي كانت كل أخبارنا لهالأسبوع، متمنى أن تكون نالت إعجابكم. كان معكم على التقديم محمد هاشم وعلى الإخراج نادر حشاش. بشوفكم أنا بحلقات جديدة، مفاجآت جديدة، بأخبار، بضيوف. إلى اللقاء.